تتوجعي شويه بعديها اكتر من وجع البيريد. حاولي تستحملي بقى. انا اسفه قوي يا مامي. اسفه. اسفه ايه يا ليلى؟ انتي مدركه انتي عملتي فينا ايه؟ انتي ساعات كنتي بتحسسيني ان انا خانقاكي، كنت قاعده افكر طب حرام افك عن البنت شويه، بس طلعت عبيطه يا ليلى. لا عرفت اربيكي ولا عرفت احميكي من نفسك. ما تقوليش كده يا مامي بليز، انا اللي حماره. انا اسفه والله، انا اسفه قوي. الله يسامحك يا ليلى، الله يسامحك. اللي حصل ده مش ذنبي كمان. ازاي يعني مش ذنبي؟ ليلى عيلها، لو هي غلطت احنا غلطنا اكتر منها الف مرة. انا اللي غلطان، انا اللي ما كنتش اب كويس بقالي فترة طويلة، ابعد مع الولاد ولا بركز معهم كفاية. كلنا كنا تعبانين الفترة اللي فاتت. معلش غلطتي برضه، لازم اتحمل مسؤوليتي عن فشلهم. في حاجة كمان لازم أقولها لك، أنا بقالي فترة بكذب عليك كمان، والأوحش إني بكذب على نفسي كمان. أنا مش هقدر أكمل. مش هتقدر تكمل في ايه؟ مش عارف. اعتقد لازم نسيب بعض. نسيب بعض؟ احنا ما بقيناش عايزين نفس الحاجات يا ما. لا ثانية واحدة، ما تقولش احنا دي خالص. يا ريت تتكلم عن نفسك، انا ما تحطنيش معاك في جملة مفيدة خالص. احنا كنا كويسين لغايه ما انت عملت عملتك القذره دي. اسمعيني يا ما، انت ام اولادي وقضينا مع بعض نص عمرنا، ما اقدرش اخبي عليكي اكتر من كده. لازم اصارحك، دي اقل حاجه تستاهليها. أنا طبعاً هفضل موجود لحد ما نشوف هنحل موضوع ليلى إزاي، وأي حاجة عايزاها مني أنا تحت أمرك. إذا تحبي نروح لدكتورة هدى تساعدنا إزاي نحكي الولاد أنا ما عنديش مانع. لا 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 خالص خالص، أنا عايز حاجة واحدة بس، عايزك تمشي وتسيب البيت حالا لو سمحت. مش عايزة تقولي حاجة تانية؟ لا يا عمر، عايزك تمشي وتسيب البيت حالا. انت جبتها هنا بيتي في اوضتي؟ انا ما شفتش اكثر منك. هلا، بكلمك ما بترديش. قدامي 3 ساعات اوصل الغردقة، لازم اشوفك قبل ما اوصل. بحبك.
لو حاجة مهمة كلمني تاني بعد الظهر عشان نايم. ماشي يا بني آدم، استنى نايم ايه الساعة دي؟ بس مين؟ فريد يا ابني. ايه يا فريد؟ سوري يا حبيبي، معلش الأرقام كلها راحت من على التليفون. ولا يهمك يا عمر. بقول لك ايه بقى، انا عامل قعدة عندي في البيت لناس من الدفعة وجايب لكم بوكر سات وانا راجع من لندن. طب حلو حلو، مرتب لكم بوكر نايت محترمة. ما انا بحاول اكلمك يا عمر بقالي فترة اقول لك، بس انت ما بتردش، مش عايز تيجي. معلش يا فيري، معلش. افوق واكلمك؟ لا تفوق ايه، انت فاضي دلوقتي؟ انا في التجمع كده كده، ممكن اعدي اخدك ونتغدى. لا والله يا فيري، انا عايز اكمل نوم. هفوق واكلمك يا حبيبي. بقول لك ايه، فكك، انا هعدي عليك، انا كده كده تحت البيت. طيب يا حبيبي عدي، ان شاء الله عني ما نمت. انت فين؟ اقعد بس. اقعد بس. اقعد فين؟ ايه يا عمر المزبله دي؟ معلش يا فندم، الست بقالها 10 ايام ما جتش تنضف. ما هي لو الست هتيجي تنضف الحاجات دي اكيد مش هتشوف وشها تاني. اعمل لك شاي معايا؟ هو احنا مش هنخرج ولا ايه؟ لا مش قادر، اعمل لك شاي؟ طب استنى، اعمل لي واحد جرين تي معاك. تعال. اخبارك ايه يا عمر؟ وحشتني. لخص يا فيري وقول ان ما بعتك تشوفك. انت عارف يا عمر، انت لو كان ذكائك اقل من كده شويه والله العظيم عيشتك كانت هتبقى اسهل من كده 100 مره. طب روح قول لها ان انا كويس. ما مش غلطانه في حاجه يعني، عايز اطمن عليك، ايه المشكله؟ انا ما قلتش انها غلطت،